الانتخابات النيابية المبكرة تحت هذا العنوان العريض والرنان والبراق أبصرت حكومة مصطفى الكاظم النور، ولولا التزامها بهذا الوعد لما كانت في مكانها الآن. يدرك الرجل هذه الحقيقة جيداً، ولم يبدر منه حتى الآن ما يشكك بنواياه قط، إذ دائماً ما يذكر الجمهور بأنه رئيس لحكومة ما بعد التظاهرات التشرينية التي يدين بالولاء لمطالبها، ولعل من أبرز تلك المطالب تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. يبدو أن رئاستي الجمهورية والحكومة متفقتان تماماً على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة بالاعتماد على نظام التصويت الإلكتروني البايومتري، وذلك لضمان نزاهة الانتخابات وعدم التلاعب بأصوات الناخبين لصالح جهة سياسية معينة، ولكسب ثقة الشارع الذي كان دائماً ما يتهم الدورات الانتخابية السابقة بالتزوير وتجاهل الإرادة الحقيقية للشارع. وأكد الرئيسان برهم صالح ومصطفى الكاظمي على ذلك أكثر من مرة أثناء لقاءاتهما وبياناتهما المشتركة، ما يفسر تحركات بعض الكتل النيابية لعرقلة إجراء الانتخابات المبكرة، رغبة منها بالبقاء تحت قبة البرلمان ومحاولة منها لعرقلة جهود الحكومة وإظهارها بمظهر المتنكرة لمواثيقها والمتنصلة عن وعودها. مستشارية الحكومة لشؤون الانتخابات حددت شروطاً بإمكانها توفير أرضية خصبة لإجراء الانتخابات المبكرة في حدود سنة أو أكثر من الآن تقريباً، منها إكمال قانون الانتخابات النيابي وتهيئة مفوضية الانتخابات المستقلة، وهما من واجبات البرلمان الذي لم يبادر بعد بأي خطوة على هذين الصعيدين، هذا بالإضافة لضبط السلاح والمال وتعبئة الجمهور، وهما من واجبات الحكومة. الكاظمي استثمر كل فرصة محلية ودولية لتأكيد إجراء الانتخابات النيابية، وآخرها لقاؤه مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت، التي طالبها بدعم مفوضية الانتخابات فنياً وتدريبياً ولوجستياً ورقابياً لضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتلتزم بالمعايير الدولية وتلبي الطموحات وتتجاوز الأخطاء السابقة وتمهد لمرحلة سياسة جديدة في العراق تلتزم بالأطر الديمقراطية. ولكن الكاظمي يحجم حتى الآن عن تحديد موعد الانتخابات النيابية المرتقبة والمنتظرة، والتي يؤكد المراقبون إنها لن تجرى حتى فصل الصيف القادم على أقل تقدير.